لها أجواء مميزة نتعرف عليها مع الزميلة نجلاء سندي. مساء الخير وكل عام وأنت بخير نجلاء. نعم زملائي، تحية طيبة وكل عام والجميع بألف خير، والشعب العراقي والشعب الكردستاني بألف خير. طبعا زملائي كما تشاهدون مدينة زاخو تعيش عاما استثنائيا تعيشه السياحة في مدينة زاخو، وخصوصا بعد استحداث إدارة المستقلة بفتح بعض منتجعاتها دام إغلاقها لفترة. طبعا منذ فترة يتوافد أعداد السائحين من وسط وجنوب العراق إلى مدينة زاخو. كما تشاهدون زملائي أنا الآن متواجدة في إحدى الساحات المتخصصة لنقل الجروبات السياحية، هذه محطة التي سيتم نقل فيها العوائل الكردستانية أو العوائل عفوا العراقية القادمة من وسط وجنوب العراق إلى منتجع الشرانش وكهف بهيري ودشت تاخي وجسر الدلال الأثري، إضافة إلى مصيف سوريا. هذه محطة هؤلاء العوائل العراقية القادمة من وسط وجنوب العراق للتمتع بالمناظر الخلابة التي تتمتع فيها إقليم كردستان ومنها مدينة زاخو، ولقضاء عطلة عيد الأضحى المبارك. معي الآن مع أحد السائحين. مرحبا، كل عام وأنت بخير. تبالي بخير، نعاد عليكم إن شاء الله بصحة وسلام. شلون نشوف السياحة في مدينة زاخو؟ والله آخر فترة هسه حاليا رجعت الأوضاع، استقرت هاي والعالم بدأت تتأمن، والحمد لله والشكر انفتحن المصايف القلي شيرانة العفو المصايف دشت داخ والكهف وهاي، والحمد لله الأوضاع رجعت تمام، والسواح ظلوا ما يخافون، بالعكس هم ظلوا يطلبون المصايف ما زاخوا. شلون شفت تسهيلات السيطرات؟ السيطرات بالنسبة لغاذ الإقليم يعني نشوفها احنا أحسن السيطرات هي سيطرات زاخو، حتى ما يوقفون على المنافيس، ما يوقفون على الإجراءات، بس شنو يصعد نفس الوقت أنه طريقتهم كلش حلوة ومجاملين ويانا يعني، والحمد لله والشكر. شكرا جزيلا. معي سائق آخر، مرحبا، كل عام وانت بخير. كل عام وانت بألف خير. شلونك؟ شلون؟ خير وصحة وسلامة إن شاء الله. الله يخليك. شلون شفت السياحة بمدينة زاخو؟ والله تخبل. أي والله احنا وعوائلنا جايين من البصرة، والله احنا راحتنا هنا أنا. والولد أهل البصرة أهل الشركات كلهم الناس طيبين وأهلنا، والله جاي يتونسون، ما عندنا يعني وسائل راحة غير هاي المكانات. أي والله الله يحفظكم إن شاء الله. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. طبعا زملائي كما تشاهدون أعداد كبيرة من الجروبات السياحية تتوافد إلى مدينة زاخو لقضاء عطلة عيد الأضحى المبارك. طبعا زملائي الوضع الأمني والأجواء الخلابة جعل هذا المكان متنفس للعراقيين من جميع مناطق العراق. أيضا حكومة إقليم كردستان تحاول تقديم التسهيلات عبر مداخل السيطرات وتطوير القطاع السياحي يعني لجذب أكبر عدد ممكن من السائحين من داخل العراق وحتى من خارجه، والتي جعله يعني متنفس لجميع العراقيين، ومما سيساهم بشكل كبير وبشكل إيجابي لتطوير الاقتصاد العراقي الكردستاني نعم في الإقليم. نعم زملائي، شكرا لك نجلاء، ونتمنى أن تكون دائما الأجواء جميلة على كافة العراقيين.